السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله راح نحضروا تحلية بزاف بنينة اقتصادية، راح نحضروها غير بالماء، بصح راح نخرجوا تحلية ولا اروع، واكيد راح يكونوا معاها مكونات اخرى. نتمنى ان شاء الله تجربوها وما تنسونيش بجام والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارتاجيوها مع الاصدقاء والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة. نبدا على بركه الله. هنا في كاسرونه راح ندير كاس ماء، هنا راح نستعمل زوج كيسان. ندير الكاس الاول، نضيف عليه 3 مغارف كبار نشا مايزينا، 3 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح، ونزيد عليه 3 مغارف كبار معمرين مليح ثاني تاع السكر. وهنا السكر يبقى اختياري، نقدروا نزيدو كيما نقدروا نقصوا على حسب الذوق. نخلط هذه المكونات ونضيف الكاس الثاني، نخلطهم مليح. وهنايا راح ندير هذا السيرو اللي نستعملوه، نديروه مع الفيشي ولا مع الماء نشربوه. انا هنا ما عنديش ذوق ليكستري تاع الفخاز، منكه الفخاز، راح نستعمل هذا. ندير 2 مغارف، نقدر نعوضوه بمنكه الفراوله هكذا، ولا نعوضوه بعلبه ياغورت ذوق فخاز ذوق فراوله. ونخلط كامل المكونات، راح نضيف عليه 2 مغارف كبار تاع الفلون ذوق فراوله، 2 مغارف. والباقي اللي راح يتبقى راح نخليه نسحقه في الطبقه الاخيره. فوالا 2 مغارف ما يكونوش معمرين مليح، ونخلطهم مليح حتى اللي نحس المكونات ذابوا، ونحطه فوق النار. لازم هنا نبقاو نخلطوه حتى اللي يغلي حوالي دقيقة ولا أقل، ونطفيه عليه. كما راكم تلاحظوا راح نطفي عليه ونخليه يبرد، يعني ما نخليش بزاف، حوالي 3 دقائق الطون اللي يكون يبرد. راح نوجد هنايا الليغام كان تاوعي، راح نجيب هذا الليغام كان، ونجيب اناء، ونجيب البيسكوي اللي راح نستعمله. راح نستعمل هذا البيسكوي، يعني الواحد يستعمل البسكوي اللي يكون متواجد عنده في الدار. فوالا نحطو هنايا في الإناء، وراح نكسرو بيدي، يعني غير نفتو برك. هنايا عندي 3 مغارف كبار تاع الزبدة كنت ذوبتها، راح نفتو بهذه الطريقة. واللي تحب ترحيه يعني ترحيه كامل، أنا راح نخليه غير كيما راكم تشوفو. راح نتحصل على هذا القوام، نضيف عليه 3 مغارف كبار تاع الزبدة اللي يكون ذوبتها، وندخلها كامل في البسكوي. فوالا راح نتحصل على هذا القوام، يعني ما يكونش متماسك مليح. وندير هنايا ملعقه كبيره في كل غامكه في هذا الليمون، ندير ملعقه كبيره. وهذه الكميه اللي راح نديرها راح تخرج لي 8 تاع ليمون بهذه الطريقه. ونسي كيفاش نسقم كامل السطح ولا القاعده هذه تاع البسكوي، نسقمها كامل بالملعقه بهذه الطريقه. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا في هذا الاثناء الخليط اللي وجدته راه طفى هكذا، وراح نفرغه. نفرغه، راح نلاحظوا اللي البسكوي يبدا يطلع شويه، مي ما يهمش، يعني راح نديروا طبقه من فوق ما يبانش. هنا الا حبيتوا البسكوي تاعكم ما يطلعش، ما عليكم غير تشمخوه مليح بالزبده ولا بالمارغرين هكذا، باش يكون القوام تاعو يكون متماسك مليح وما راحش يطلع بهذه الطريقه. وراح نخلي يعني ندير حوالي 1 سنتيم، ونخلي للطبقه اللي راح نديرها من الفوق بهذه الطريقه.
ومن هنايا نجيب ملعقه ونسي كيفاش نهبط هذاك البيسكوي، نهبطه غير هكذا. بصح كيما قلت لكم ما يهمش باسكو راح يتغطى بهذه الطريقه، وراح نخليه على جنب حتى اللي يطفى شويه، وندخله للثلاجه حتى يتماسك مليح. لازم هاد الطبقه تتماسك مليح باش ندير عليها الطبقه اللي تجي من الفوق. لو طون اللي يكون تبرد هاد الطبقه راح نوجد هنا عندي كميه تاع الفراز تاع الفراوله اللي كنت قطعتها هكذا مكعبات صغيره، راح نضيف عليها ملعقه كبيره سكر. وهنايا على حساب الحلاوه تاع الفراوله، اذا كانت حلوه ما تسحقش كامل السكر، انا هنا شويه كانت ما كانتش حلوه بزاف، ضفت لها ملعقه تاع السكر ونخلطها مليح ونغطيها ونخليها يعني حتى اللي تطلق لي هذاك السيرو تاعها. من جهه اخرى نوجد الطبقه اللي نغطي بها الفريزه. هنايا عندي كاس ماء، من الافضل ديروا كاس تاع 120 مليلتر هكذا باش تيكون الكميه مضبوطه. نضيف عليها الباكي ولا الكميه تاع الفلون اللي بقات ونخلط مليح، وراح نضيف لها شويه من هذا السيرو اللي كنت وريته لكم قبل. كيما نقدروا نعوضوها بمنكه الفراوله ولا نخليوها هكذا عادي بهذه الطريقه، ونديرو فوق النار حتى اللي يغلي ونحيه، نخليه ثاني هو يطفى، نخليه يطفى حوالي 3 دقائق، ونعاود نجيب ليمون تاوعي اللي كنت يكونوا بردو. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا الطبقه حكمت روحها مليح. راح نوزعها كامل من الفوق بهذه الطريقه، وبعد ما نكمل راح نعاود نجيب الفلون اللي كنت حضرته بعد ما غلى، خليته يدفى حوالي 3 دقائق، وراح نفرغ من الفوق فوق الفراوله حتى اللي تتغطى بهذه الطريقه. وبهذه الطريقه راح نحافظ على الفراوله وتشد لي مده اطول كما هكذا. بعد ما نكمل راح نخليها تبرد، نحطها في الثلاجه حتى اللي تتماسك مليح، ونقدمها لكم ان شاء الله. وهذا الشكل النهائي تاع التحليه اللي حضرناها اليوم، تحليه بالفراوله. يعني جات ما شاء الله البنات، ما عندي ما نقول، جات بنينه بزاف 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 صدقوني، يعني من غير مجامله. وهنايا بالنسبه للتزيين درت لها من الفوق ملعقه صغيره تاع ياوخت، كان عندي ياوخت ذوق جوز الهند هكذا في اللون الابيض باش يكون شباب، وزينتها بحبه تاع الفراز من الفوق تاع الفراوله حبه صغيره. وكما راكم تشوفوا يعني جات ما شاء الله، والذوق تاعها ولا اروع، ومكونات جد جد بسيطه، يعني بكميه قليله تاع الفراوله وغير بالماء، يعني خرجنا تحليه ما شاء الله. شوفوا القوام تاعها هايل، والذوق تاعها كما قلت لكم بزاف بنين، شحيتكم في الجنه البنات ان شاء الله. نتمنى تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات، ما تنساونيش اذا كان عجبتكم ما تنساونيش بجام والاشتراك، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيوها مع الاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي للاستفاده. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، والى وصفه اخرى باذن الله. سلام.